السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، سوف أقوم بحل التدريبات الخاصة على همزة الوصل والقطع. سؤال أول، اكتب الكلمتين على نمط كل من الكلمات الآتية. الكلمة الأولى اخترع. اخترع فعل ماضي خماسي، وهو يطلب مني في هذا السؤال بأن آتي بكلمتين مثل الكلمة المعطى اخترع، كلمة أخرى استمع، كلمة أخرى ابتكر. ألصق. الكلمة هنا التي تليها هي همزة قطع وليست وصل، مثل أقسم، أبدع. الكلمة التي تليها أكتب، هل هي فعل أم اسم؟ نعم فعل أمر، هذه الكلمة فعل أمر. كلمة تشابهها أدرس، أرسم. جميع الكلمات جاءت من فعل ثلاثي، أي مكون من ثلاثة أحرف، أكتب، كتب، أدرس، درس، أرسم، رسم. الأمر منها أكتب، أدرس، أرسم، جميعها همزة وصل. نأتي بعد ذلك إلى الكلمات التي بجانبها. أخذ همزة قطع. كلمة تشبهها أثر، أمر. الكلمة التي تليها استعمل، هل هو فعل ماض أم أمر؟ هو فعل ماضي، مكون من كم حرف؟ قم بعد الأحرف، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 أحرف. استعمل ماضي سداسي، مثل استخدم، استمتع، جميعها همزة وصل. افتح مع الكتاب كي نقوم بحل السؤال الثاني. ضع الهمزة المناسبة، همزة الوصل أو القطع، في الفراغ. ألف استقبل أحمد ضيفه بحفاوة، استقبل همزة وصل. انتبه الماشي إلى حركة السيارات، انتبه همزة وصل. جيم أسر جنودنا كثيرا من جنود العدو، أسر همزة قطع. دال أرجع علي الكتاب إلى المكتبة، أرجع همزة قطع. ها اجلس أمام الحاسوب جلسة معتدلة، إذن كلمة اجلس هنا همزة وصل. قم بحل الأسئلة داخل الكتاب. إذن همزة الوصل والتي سبق وأن قمنا بشرحها هي تلك الهمزة التي لا تنطق في أول الكلام، تنطق في أول الكلام ولكن لا تنطق في وسطه. وهمزة القطع هي الهمزة التي تنطق في أول الكلام وفي وسطه. شكرا لكم ولاستماعكم، أتمنى لكم مزيد من التقدم.